هل هو فعلا بيبالغ في رد فعله او بيبالغ في التعظيم من فكرة الخطر او الارهاب الاسلامي؟ خلينا نشوف كده شوية ارقام عشان بس الموضوع يبقى اوضح. على سبيل المثال يعني عدد العمليات الارهابية اللي المسلمين عملوها من 11 سبتمبر 2001 لحد 24 نوفمبر 2014 24455 عملية. عدد القتلى من جراء العمليات الإرهابية التي يقوم بها المسلمون سنويا تعادل أكثر من 350 سنة من عدد القتلى من محاكم التفتيش في أسبانيا سنويا. لو جمعت عدد الضحايا كلهم اللي ماتوا بسبب محاكم التفتيش في أسبانيا في 350 سنة يعادل عدد اللي بيموتوا من عمليات الإرهاب الإسلامي في سنة واحدة بس. المدنيين اللي اتقتلوا في 11 سبتمبر في ساعة واحدة عددهم اكتر من عدد ضحايا الصراع الكاثوليكي البروتستانتي في ايرلندا في 36 سنة. يعني اللي ماتوا من جراء الصراع ما بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية في 36 سنة يساوي عدد اللي ماتوا في ساعة واحدة بس في 11 سبتمبر. عدد اللي اتقتلوا تاني في ساعة واحدة في 11 سبتمبر اكتر من اللي اتحكم عليهم بامريكا في الاعدام كلهم في 65 سنة. يعني معنى كده انه اللي اتحكم عليهم بالاعدام في امريكا في 65 سنه لا يتجاوز 4000 واحد، دول ماتوا في ساعه واحده في 11 سبتمبر.